والله شوف مهرجان دبي السينمائي أو إذا بقول أنا دبي ما نقول كل سنة تتطور، كل يوم بيوم تلاقي شيء جديد عندك في دبي بحكمة قيادتها طبعا. ومهرجان السينمائي كل ما سنة أحس أن في تغيير، في تطور، في تأسيس للسينما المستقبلية الإماراتيين يعني، فأعتقد في تطور دائم موجود يعني. عندي مسلسل اسمه واتساب أكاديمي كوميدي يعرض الآن 60 حلقة، وعندي أجهز حق مسلسل إنتاجي أيضا إن شاء الله، ويايات أكثر إن شاء الله.